الرقية ديت ما فيش واحد بيشغلها في بيته إلا سبحان الله، تنزل في البيت البركة وتحل فيه الخيرات وتحفوه الملائكة. ويقول عبد الله بن عمر: ما قرأها أحد إلا أمن على نفسه السباع الضاربة، وأمن على نفسه من السراق، وكانت بينه وبين الشياطين وعالم الأذى حائل من حديد، يعني سور من حديد. ولذلك عبد الله بن أحمد بن حنبل بيروي في مسنده في الزواد على المسند أن أبي بن كعب كان جالسا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى رجل من الأعراب فقال له: يا رسول الله، إن أخي به لمم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قربه مني. وقرأ عليه هذه الآيات التي سأقرأها عليكم الآن. فلو بتعاني من صداع استمع لهذه الآيات يختفي الصداع بإذن الله، ولو بتعاني من ألم في الركب استمع لهذه الآيات تختفي، ولو بتعاني من ألم أسفل الظهر استمع لهذه الآيات تختفي، ولو بتعاني من زغللة في عينك وشقيقة بعد هذه الآيات ستختفي كل هذه الأعراض، ولو بتعاني من سحر كرر الاستماع لهذه الآيات تشفى بإذن الله جل وعلا، وكذلك الحسد، وكذلك تعطيل الأرزاق والتجارة. فكل ما عليك أنك أنت تتوضأ الآن وتستمع لي لرقية النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رقية مباركة. فهل أنت جاهز للاستماع الآن يا أخي الكريم؟ إذن استمع إليها الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب أغمض عينك وركز معي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. 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 اللهم اشف عبادك ينكوا أعداءك ويمشون على صلاة. اللهم اشف عبادك ينكوا أعداءك ويمشون على صلاة. اللهم اشف عبادك ينكؤون لك عدوا ويمشون إلى صلاة. أخي الكريم اكتب لي في التعليقات الآن إيه اللي حصل معك وحرد عليك إن شاء الرحمن في التعليقات. وما تنساش لو عجبك المقطع ده إنك أنت تشاركه لأصحابك وأصدقائك اللي تعرفهم. ولو عندك أي حد بيعاني من أي ألام في الركب في المفاصل في الرأس شقيقة ألام في العين ألام في الجسد مغص أي ألم أيا كان اهديه هذه الرقية وبإذن الله سيدعي لك لأن الألام كلها هتختفي بإذن الله جل وعلا. شاركها لأصحابك وأصدقائك فالدل على الخير كفعليه. دمتم فضل في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس وتكتب لي إيه اللي حصل معك عشان أرد عليك عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام. في أمان الله.